لتسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني رح تحتاجوا اسم مستخدم أو يوزر نيم وكلمة مرور أو باسورد، بس كلمات المرور المعقدة صعبة إنه تنحفظ، لهيك نستخدم كلمة مرور بسيطة وسهلة الحفظ، نعتمدها على كافة الحسابات والمواقع التانية. بهذه الحالة إذا قدر أحد الأشخاص يخترق واحد من حساباتنا رح يكون قادر يخترق كل الحسابات التانية. مثلاً إذا كنتوا بتستخدموا كلمة مرور من 1 لـ9 وهي أكتر تاني كلمة مرور مخترقة بالعالم، رح يخترق حسابكم بأجزاء من الثانية. كيف تتجنبوا مثل هيدا المخاطر؟ الخبراء بينصحوا باستخدام أبليكيشن لإدارة كلمات المرور. برنامج إدارة كلمات المرور أو Password Manager هو بمثابة خزنة رقمية آمنة لكلمات المرور. بدلاً من حفظ كل كلمات المرور، عليكم تحفظوا بس كلمة واحدة بتتسمى كلمة المرور الأساسية أو Master Password. Master Password هي بمثابة مفتاح الخزنة الرقمية. رح يساعدكم برنامج Password Manager تلاقوا passwords معقدة وعشوائية وتكون آمنة أكتر. كلمة المرور المعقدة هي اللي بتتألف من أحرف كبيرة وأحرف صغيرة وأرقام ورموز لتزيد من درجة الحماية. في حال قدر حدا يوصل لكلمة المرور الأساسية، هل بيقدر يوصل لكل كلمات المرور التانية؟ مش بالضرورة، لأن Password Manager بشفر الباسوردز الخاصة فيكم. مش رح يقدر الهاكر يشوف كلمات المرور التانية لأنها رح تظهر مشوشة وغير واضحة. بعام 2015 تعرضت LastPass لإدارة الباسوردز لبعض الاختراقات، لهيك اضطر بعض المستخدمين والمستخدمات تغيير الماستر باسورد بس، والمعلومات التانية بقيت آمنة لأنها مشفرة.